لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى أمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله، المشركين به، المكذبين لرسوله، إنما أنا منذر لست كما تزعمون، وما من إله إلا الله الواحد القهار، أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه، العزيز الغفار، أي غفار مع عزته وعظمته. قل هو نبأ عظيم، أي خبر عظيم وشأن بليغ، وهو إرسال الله إياي إليكم، أنتم عنه معرضون أي غافلون. قال مجاهد وشريح والسدي في قولي قل هو نبأ عظيم يعني القرآن. وقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له ومحاججته ربه في تفضيله عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال بسنده عن معاذ رضي الله عنه قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، يعني حتى كادت الشمس أن تطلع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، صلى صلاة خفيفة، فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم، يعني على صفوفكم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، أي في فترة نعاسه في الصلاة. إن الرواية الأخرى رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. أعادها ثلاثا فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت ورد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فعرفت ما بين السماء والأرض. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات، في رواية إلى الجماعات، نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات
انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ قال: والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. إسباغ الوضوء على المكاره مثل البرد وشدة النوم. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم ابن عبد الله اليمامي به، وقال: حسن صحيح. وليس هذا الاختصام، والاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر لو في الحديث اللي هو اختصامه في الدرجة في الكفارة والدرجات، وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، وهو قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل إني خالق بشرا من طين. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك: إنما أنا منذر لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديد، منذركم عذاب الله وسخطه، أن يحل بكم على كفركم به فاحذروه، وبادروا حلوله بكم بالتوبة. بادروا حلول سخط الله وعذابه. قل إنما أنا منذر، أنذركم عذاب الله، بادروا حلوله بالتوبة. وما من إله إلا الله الواحد القهار. يقول: وما من معبود تصلح له العبادة وتنبغي له الربوبية إلا الله الذي يدين له كل شيء ويعبده كل خلق، الواحد الذي لا ينبغي أن يكون له في ملكه شريك، ولا ينبغي أن تكون له صاحبة، القهار لكل ما دونه بقدرته، رب السماوات والأرض. يقول: مالك السماوات والأرض وما بينهما من الخلق. فهذا الذي هذه صفته هو الإله الذي لا إله سواه، لا الذي لا يملك شيئا ولا يضر ولا ينفع. وقوله العزيز الغفار، يقول العزيز في نقمته من أهل الكفر به المدعين معه إلها غيره، الغفار لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من كفره ومعاصيه، فأناب إلى الإيمان به والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهيه. نغفر للكفار وغفر للعصاة لذنوب من تاب منهم. قل هو نبأ عظيم. يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لقومك المكذبيك فيما جئتهم به من عند الله من هذا القرآن القائلين لك فيه إن هذا
القائلين لك فيه إن هذا إلا اختلاق. قل هو نبأ عظيم. هو نبأ عظيم. يقول هذا القرآن خبر عظيم. عن مجاهد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قال القرآن. عن شريح أن رجل قال له أتقضي علي بالنبأ؟ فقال له شريح أوليس القرآن نبأ؟ قال وتلا هذه الآية قل هو نبأ عظيم. وقضى عليه. طبعا هو النبأ اللي قصده عليه الرجل خبر الشهود والله أعلم. عايز يقول له ده مجرد كلام حد بقى تقضي عليا. فقال له القرآن خبر. فان هناك اخبار لابد من قبولها. قال السدي قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون قال القرآن. وقوله انتم عنه معرضون يقول انتم عنه منصرفون لا تعلم لا تعملون به ولا تصدقون بما فيه من حجج الله وآياته. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قومي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في شأن آدم من قبل أن يوحى من قبل أن يوحي إلي ربي فيعلمني ذلك. يقول ففي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول القرآن قبل نزول هذا القرآن ولا هو مما شاهدته فعينته ولكني علمت ذلك بإخبار الله إياي به. عن ابن عباس الملأ الأعلى الملائكة حين شوروا في خلق آدم فاختصموا. شوروا مش بالتشاور معنى أخبروا وقالوا لا تجعل في الأرض خليفة. هو أسناد ضعيف عن ابن عباس هو لم يقولوا نصا وإنما قالوا أتجعل فيها ويفسد فيها. عن السدي بالملأ الأعلى إذ يختصمون هو إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. عن قتادة ما كان لي من علم بالملائكة الأعلى إذ يختصمون قال هم الملائكة. كانت خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين حتى بلغ ساجدين. وحين قال إني جاعل في الأرض خليفة حتى بلغ ويسفك الدماء. ففي هذا اختصم الملأ الأعلى. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قريش ما يوحي الله إلي علم ما لا علم لي به من نحو العلم بالملأ الأعلى واختصامهم في أمر آدم إذ أراد خلقه إلا لأني إنما أنا نذير مبين. قوله إلا إنما أنا نذير مبين يقول إلا أني نذير لكم مبين مبين لكم إنذاره إياكم. وقيل إلا أنما أنا ولم يقل إلا أنما أنك. الخبر عن محمد عن الله لأن الوحي قول فصار في معنى الحكاية. يعني إلا أنما أنا نذير مبين يعني يحكي نص ما أمر أن يقوله عليه الصلاة والسلام. هذه حكاية عن كلامه والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.